وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل ويقول: أنا أقوم بتلاوة القرآن وبختمه، وأقول يعني أهدي ثواب هذه الختمة أو جزءا من هذه الختمة، أو أقسمها أثلاثا، ثلث لنفسي وثلث لموتاي وثلث لمن لم يستطع أن يقرأ من المسلمين، فهل هذا الفعل صواب؟ نقول: أيها الكرام الفضلاء، الذي عليه أهل العلم من القواعد الأصولية قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي المسائل التعبدية المحضة إذا قام المقتضي لفعلها وانتفى المانع منها فلم تعمل مع توافر هذه الأحوال دل على أنه غير مشروع. أعيد: القاعدة الفقهية تقول المسائل التعبدية المحضة إذا قام المقتضي أو لفعلها، يعني قامت الدواعي لفعلها وانتفى المانع منها فلم تعمل مع توافر هذه الأحوال دل على أنه غير مشروع، يعني الترك هنا هو الصواب والفعل هنا غير مشروع. ولذلك فلا يشرع إهداء تلاوة القرآن لا لحي ولا لميت، لأن هذه عبادة، ورتل القرآن ترتيلا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما أو عن أصحابهما كما في الصحيح. فهذه عبادات محضة، ولذلك الذي يقرأ القرآن وهو عليه ماهر مع سفرة القرم البرر، والذي يقرأ يتعتع فيه له أجران، من حديث عائشة في الصحيح، وأيضا من قرأ حرف من القرآن فله به حسن وحسن بعشر أمثال. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما عند أهل السنن. والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وربنا تبارك وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فكل هذه الأشياء التي تدل على هذه العبادة مقتضاها كان قائم أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والناس في حاجة إليه، لأن كثير من الصحابة ما كان يحسن القراءة، بل إن النبي كان أميا بأبي أمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول النبي الأمي الذي دون مكتوب عنده في التوراة والإنجيل الآية. وكثير من الصحابة قد ماتوا وهم على الإسلام، فكان المقتضي قائم على ذلك، قائما على ذلك، لكنه لم يعرف هذا لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من قوله، ولا من تقريره، ولا من حظ الناس عليه. وفي الصحيح أن الله ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا دل أمته على كل ما ينفعهم وحذر من كل ما يضرهم. ولا في أحد الصحابة الذين هم أحرص على الخير وأعرف بطرقه. فلذلك كل هذه تدل أنه غير مشروع، أنه غير مشروع. ولذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله في فتاواه: لم يرد في كتابه العزيز ولا في السنة المطهرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على الإهداء بقراءة القرآن لا للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك. لكن جاء إهداء الثواب في أمور أخرى وفي أدلة أخرى، سواء كانت للأحياء من العاجزين أو للموتى من الأقربين، مثل الصدقة، الدعاء، مثل البر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع ماله من ثلاث علم ينتفع به: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، كما في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس عند الحاكم وفي الترغيب والترهيب: حسن العلامة الألباني سبع يجري أجرها للميت في قبره بعد موته: نهرا أجراه، بئرا حفره، نخلا غرسه، مصحفا ورثه، مسجدا بناه، علما تركه، ولدا صالحا يدعو له.
فهذه هي الأمور، تصدق عنه يا أخي، أدي مثلا العمرة، العمرة عن حج عن أبيك، واعتمري، اعتمر عنهم، إذا أنت في بلد بعيدة ممكن ترسل من يحج ويعتمر عنه ويكون ثوابها للميت. الصدقة أيضا، الدعاء، وهو أمر عظيم، فعلينا أن نتقيد بما ورد ونترك ما لم يرد أو ما فيه نزاع بين أهل العلم، لأن هناك من قال يجوز أداء الثواب للميت في تلاوة القرآن، وخرجوه مخرج الدعاء كما ذكر صاحب كشاف القناع على الإقناع، لكن هذا دليل ضعيف ولا يرقى للحجة وليس عليه دليل واضح كما قال الشيخ بن باز. فعلينا بما هو واضح أيها الكرام الفضلاء، ونترك ما فيه نزاع بين أهل العلم، والحمد لله أمور البر والخير كثيرة جدا، أمور البر والخير كثيرة جدا. طيب الآن اللي ما يعرف يقرأ القرآن يا أخي يتعلم، الحمد لله رب العالمين، يتعلم أو يستمع. فالمستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المستمع والمنصت مع القرآن له مثل أجر القارئ، كما قال الشيخ بن باز وغير واحد من العلم. هذه نقطة مهمة جدا، المستمع المنصت للقرآن له مثل أجر القارئ، له مثل أجر القارئ. فلذلك نحرص على مثل هذا. وفقنا الله لكم الخير الدنيا والآخرة، وصلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحديده صوتيا في ظهيرة الثلاثاء لثلاثة خلونا من ربيع الأول عام 42 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.